أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. استدعت نيابة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع ثلاثة من أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء للتحقيق معهم على خلفية دعوتهم إلى إضراب حقوقي للمطالبة بتسليم الرواتب المنقطعة منذ أشهر. مذكرة الاستدعاء جاءت بناء على شكوى رفعت من قبل رئيس الجامعة المعين من قبل سلطة الانقلاب في صنعاء، وطالبت المذكرة بحضور الأساتذة للرد على الدعوة المرفوعة ضدهم بالقيام بتنظيم إضراب في كليات الجامعة. نقف أمام هذا الحدث لنناقشه في محورين: مدى قانونية هذه الإجراءات التي تتخذ بحق أعضاء هيئة التدريس، وهل ستتمكن التعسفات المتكررة من إخماد الحراك الحقوقي في جامعة صنعاء؟ بعد إضراب دخل شهره الثاني، عاودت سلطة الأمر الواقع في الجامعة انتهاكاتها بحق أعضاء هيئة التدريس، انتهاكات وصلت في أوقات كثيرة إلى حد الاعتقال والتهديد بالتصفية. وأمام كل ذلك ما يزال الحراك الحقوقي بداخل الجامعة يواصل فعاليات الاحتجاجية. نتابع التقرير التالي عن موضوع الحلقة ومن ثم نعود للبدء في الحوار مع ضيوفنا. مذكرة استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة صنعاء. الأسلوب الجديد من قبل ميليشيا الحوثي لمحاولة إفاس المطالب الحقوقية في الجامعة. لجأت الميليشيا لاستخدام عصا القضاء المسيس بعد عجزها عن إيقاف الحراك الحقوقي المطالب بتسليم الرواتب المنقطعة منذ ما يقارب الأربعة أشهر. مذكرة الاستدعاء التي لاقت موجة تهكم كبير في الوسط الأكاديمي تضمنت طلب حضور رئيس النقابة وأمينها العام وعضو آخر في هيئة التدريس للتحقيق في دعوى تقدمت بها رئاسة الجامعة المعينة من سلطة الانقلاب. لم تكن التهم الموجهة لأعضاء النقابة واضحة، غير أنها وبحسب أساتذة في الجامعة تعبر عن انزعاج سلطة الأمر الواقع من المطالبة بالحقوق المكفولة بالدستور والقوانين، والتي لا يجب أن تتحول في أي حال من الأحوال إلى تهم. اللجوء للقضاء وتوجيه التهم الكيدية لم يكن الأول في مسلسل الانتهاكات، فقد سبق أن تم احتجاز رئيس وأمين عام النقابة من قبل الميليشيا بشكل تعسفي. الانتهاكات وصلت في أحيان كثيرة للاعتداء الجسدي على أعضاء نقابة هيئة التدريس والتهديد بالتصفية الجسدية أحيانا أخرى، علاوة على التلويح بحل النقابات في الجامعات الحكومية. ويرى مراقبون أن لجوء سلطة الانقلاب إلى انتهاج هذا التصعيد ضد قيادات نقابة الجامعة يأتي وفق خطة وضعت لإخماد أي مطالبات سلمية في وجه سلطة الميليشيا التي باتت تتآكل يوما بعد آخر إثر العجز المالي والفساد الإداري الذي وضحت ملامحه في الفترة الأخيرة. تعود الاحتجاجات في جامعة صنعاء مجددا لتخلق زخما كبيرا في الوسط المجتمعي، وكما كان لهذا الصرح أن يتبنى أفكار حراك التغيير والثورة سابقا، ها هو اليوم يحاول الانتصار للقضايا الحقوقية من جديد. نبدأ الحوار في موضوع هذه الحلقة من صنعاء مع أمين عام نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري. أهلا بك دكتور عبد الحميد. يا مرحبا أخي. دكتور عبد الحميد، بداية كيف تعاملتم في نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء مع طلب النيابة العامة للأموال والخاضعة لسيطرة الانقلابيين؟ كيف تعاملتم مع الطلب الذي وصلكم؟ مساكم الله بالخير، ونشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة. حقيقة بالنسبة لمذكرة الاستدعاء التي أرسلت لنا من قبل نيابة الأموال العامة، كانت يعني تطلب منا الحضور يوم السبت، يعني أمس السبت 4/2، لكن حقيقة لم توصل إلينا هذه المذكرة، لم توصل إلينا إلا اليوم، ووقعنا عليها وقعنا على استلامها. طيب، هل التوقيع هو بداية استجابة ومن ثم ستذهبون إلى النيابة والاستجابة للتحقيقات معكم؟ هي مش قضية تحقيقات، لكن احنا كما قلت القضاء يعني نحن مستعدين للتجاوب معه ولسنا فوق القضاء، وبالتالي نحن سنحضر غدا وسننظر القضية موضوعة أمام النيابة أو نيابة الأموال، ونحن سنستجيب وسنحضر وننظر ماذا يريدون.
طيب دكتور عبد الحميد، لماذا نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد؟ والله هو يعني بعد هذه المؤسسة القضائية بالذات، ولدينا محامي سيترافع عن في الموضوع ويثبت هل يحق لها يعني تدعونا للتحقيق او لا يحق لها، او يحق لهذه المؤسسة القضائية ثبت في مثل هذه المواضيع ام لا. طيب دكتور عبد الحميد، ما هي المبررات التي استندت إليها النيابة في طلب التحقيق مع قيادة النقابة، وما مدى قانونية هذا الإجراء؟ ذكرتها الشكوى التي معها الدكتور فوزي الصغير، بدعا أنه النقابة بتنشر إعلانات مغرضة وتكدر الأمن العام، وانها بتنظم اضراب لعرقلة التدريس في الجامعه في جامعه صنعاء. هذه هي دعاوي طرحها، وبالتالي بموجب هذه الشكوى يعني ارسلت لنا نيابه الاموال العامه مذكره استدعاء، ونحن يعني كما قلت المذكره والشكوى موضوعه امام القضاء، وسنتصرف معها بشكل قانوني. طيب ساعد لك دكتور عبد الحميد، تنضم إلينا أيضا من صنعاء الدكتورة فاتن عبد محمد، أستاذ الصحة النفسية المساعد في جامعة صنعاء. أهلا بك دكتورة فاتن. يا أخبارك ابني، كيف الحال؟ الحمد لله. دكتورة فاتن، كعضو في هيئة التدريس، كيف تلقيتم خبر استدعاء قيادة أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق في نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد؟ هل هناك من تفاعل لكم كأساتذة الجامعة وموقف حيال هذه الخطوة؟ شوف ابني، انا عن نفسي متوقع منهم اي شيء، هم بيتخبطوا، هم مش عارفين ايش اللي يعملوا، لانه لو كان انسان قادر على ان يكون رئيس يدير الجامعه، انا دائما اسميها المكلف، هو لم يستطيع ان يدير ولا التقشته في جامعه صنعاء. هو من اول ما اجى هدم للجامعه، هم من اول ما اجوا هدم للجامعه، هو لا يسير الجامعه، اللي يسير الجامعة هو شخص آخر اللي هو الدكتور الشامي. طبعا أجا حازب، قلنا يمكن يعني كله دور، وللأسف خاب ظننا كمان في حازب. هم بيدمروا الجامعة، يعني أنت لو هو قادر كان يحل مشكلتنا، ما كانش في نحن عمل إضراب، ولا والإضراب ما جاش لا من الدكتور محمد ولا أجا من الزملاء كلهم. وبعد لقاءات أنت عارفينها، اللقاءات التشاورية اللي ضربنا فيها كمان وحاولوا يشتلوها وحاولوا يشوهوا سمعتنا. للأسف هم لا قادرين إداريا يسيروا الجامعة، ولا ماليا بإعطائنا حقوقنا اللي هي مفروضة واللي هي حق فرعي. هم مش قادرين يعملوا حاجة، للأسف هم في هدم دائم، يعني لما يخالفوا اللوائح كلها والقوانين كلها بتعيين ميت يعني ايش يعينوا، لما يعينوا مخالفة اللوائح والقوانين وما إلى ذلك. طيب الإضراب حق شرعي وحق قانوني في كل العالم. الغباء اللي هم فيه أنا ماني عارفة، يعني لحد فين مستمرين بغبائهم. هم متوترين، هم قلقين، هم حاسين بخلاص انتهاء دورهم، انتهاء بقائهم بلا صح، عفوا انتهاء بقائهم. عشان كذا هم دحين بدي يتخبطوا. طيب لكنهم هذه المرة لجأوا إلى القضاء، إلى المؤسسة القضائية، استدعوا أعضاء هيئة التدريس. هل لكم موقف واضح حيال هذه الخطوة، وهل تعتقد أنها ستؤثر ربما على حراككم داخل الجامعة؟ لا هي لن تؤثر على حركنا. طبعا هم مستغلين ان كل القضاء بيدهم، وان كل الاشياء بيدهم، وان هم يعني بيسيروا الدنيا زي ما هم عايزينها. لكن احنا كصفوة مجتمع، كناس محترمين، كدكاترة، إن نحترم القانون ونحترم مبادئ القانون ونحترم اللوائح. احنا حنسير بطريق النظام والقانون. هم مستغلين ان هم بيلعبوا بالقوانين كلها، الان بيلعبوا بالقضاء كلها. اذا كان دخلوا بطقمين على النائب اللي هو النائب العام وقال له انه ما بده يسير اي موضوع لهم، هو يتم تسييره. احنا منتظرين مش بس الدكاتره الثلاثه،
احنا منتظرين كمان دكاتره اخرى نقل واخرين. فظهرنا عضو كمان في ما اكتفوش بالضرب اللي تلقيته الا يمكن عضو نام كمان دخلونا قضاء. كل هذا لا يهمنا. زملائي الان بكلمه واحده والله العظيم كلهم مستنيين، كلهم في عندي في المجموعه كلها يقولوا احنا مع النقابه واحنا اللي فرضنا الاضراب واحنا اللي كنا نشتي حقوقنا، هل من يطالب بالحق يعاقب؟ يعني طيب انتم كاعضاء هيئه تدريس ايضا ذهبتم الى القضاء ورفعتم عديد من القضايا فيما يخص المطالبه بحقوقكم وايضا انتهاكات مورست عليكم واعتداءات كنت انت ربما طرف في احدى قصص الاعتداء الشهيره داخل جامعه صنعاء، هل من استجابه من المؤسسه القضائيه في صنعاء لقضاياكم وبالتالي هل يمكن ان نشهد جوله جديده او مسلسل جديد ربما يتحول فيه اساتذه الجامعه الى مشارعين؟ بوجودهم لن تكون هناك دوله ولن تقوم لها قائمه. اي دوله لن تقوم بوجودهم. هم ليس بنات ليس ممكن ان يفكروا بقيام دوله، هم ناس ولا شيء. لعلم قضيتي حق فرض من محكمه لمحكمه لمحكمه الى الاخر، طلب من القاضي ان يحضر فلم يحضر، حضر المحامي فقال له القاضي او النائب قال له عفوا جيب لنا هو يحضر، فما برضه وسيل المحامي. اللي حصل من الان اني طالبه بالقهر، سموه هذا بالامر القهري الان يحضر للمحكمه. فاستمر لي بقضيتي كاستاذه جامعيه وكقانون. لكن لما حصلش القانون ياخذ بحقنا يعني كم حيدوموا؟ هم فاكرين حيدوموا طول الوقت. ما عملش حسابهم ان هم حيظلموا اكثر يوم ما ينقلب عليهم الزمان وتدور عليهم الدوائر. اقسم بالله ما حد حينسى ثارهم منهم. هم اثاروا الفتنه، اثاروا البغضاء، اثاروا الكره، حسسونا بالاكتئاب، حسسونا بحقاره كل الاشياء. هم صدقني منتهيين، هم مش قادرين يسيروا لا دوله يا اخي، مش قادرين يدونا رواتبنا. ايش اللي شفتوا؟ طيب سيب ده كله. الامن الان لما يقولوا احنا اطلقنا السكينه، اي سكينه واي سكينه؟ طيب سأعود لك لنتناقش معك دكتورة فاتن في هذه النقاط، لكن اعود مره اخرى للدكتور عبد الحميد البكري. دكتور عبد الحميد، البعض يرى ان ربما خطوه استدعاء قياده اعضاء هيئه التدريس الى نيابه الاموال العامه ربما ان يكون لها تاثير وبالتالي تعليق الاضراب ولو جزئيا في جامعه صنعاء، هل يمكن ان نشهد هكذا خطوه تعلق الاضراب؟ يا اخي شو احنا حقيقه الشكوى ما تخوفناش، والاتهامات التي وردت فيها ما تخوفك ابدا، لاننا نعرف تصرفنا ونعرف قانونيتنا، بس قمنا يعني بتلبيه طلب من زملائنا بتنفيذ اضراب قانوني حقوقي يعني وبشكل ومشينا في خطوات قانونيه. انتظرنا 4 أشهر دون راتب، ثم بعد ذلك وفي الوقت الذي نتابع لوضع حلول امهلنا ايضا بعد الـ4 أشهر امهلنا السلطه القائمه وامهلنا رئيس جامعه صنعاء والتعليم العالي امهلناهم يومين، ثم بعد ذلك اعلنا الاضراب الجزئي برفع الشهادات 3 أيام، ثم الاضراب الجزئي يومين، ومن ثم بدانا يوم 7/1 اضراب كامل. بالتالي مشينا بخطوات ان يقول عنها شيء. هذه الاتهامات التي وردت في الشكوى يعني لا طيب هذا واضح واضح دكتور عبد الحميد، ووسائل الاعلام تابعت ما قمتم به من خطوات الى حين الوصول الى انهم رفعوا عليكم قضيه في نيابه الاموال العامه، قلت انكم وقعتم على الطلب الاستدعاء وربما تكون لكم استجابه والحضور لمعرفه ما هي اسباب ومسوغات التحقيق معكم، اذا الاجراءات من وجهه نظركم هي قانونيه في حال استجابتكم لها، ما هي خطواتكم القادمه كمقابل ورد فعل على ما يتخذ من قبل الانقلابيين باتجاهكم واتجاه مطالبكم التي يرى البعض الكثير لأنها منصفة ومشروعة أيضا؟ شوف أخي سامي، بالنسبة لتجاوبنا القضاء هذا ضروري، يعني نحن لا يوجد أحد فوق القضاء فهذا طبيعي. شيء بالنسبة
انهاء اضراب ما اظهار انهاء اضراب لن ينهى الاضراب ابدا بتهديدات ولا بوعيد ولا بشكاوي ولا بغيره. ثم ان الهيئه الاداريه ليس من حقها ايضا ان تنهي الاضراب. يعني حق انهاء الاضراب للهيئه العموميه هي اذا اقرت هذا الكلام. لكن اقول لك شيء، الاعضاء هي تدريس متماسكين اقوياء مصممين على نهي حقوقهم، وبالتالي لا يمكن ان يفك الاضراب او يعلق او يوقف الا اذا نلنا حقوقنا كامله. وبالتالي طيب. احنا لدينا مرتبات، لدينا مخالفات وفساد يجب ان تزال، لدينا معتقلين يجب ان يخرجوا من السجون. هذه مطالبنا لا يمكن، ولا مطالب اخرى لا يمكن ان نتنازل عنها ابدا مهما حصل، حتى اعتقلنا هددنا يفعلوا ما شاء. طيب الان المدرسين يعني في وزاره التربيه والتعليم في صنعاء استلموا رواتبهم من الحكومه في عدن، ارسلت عبر الكريم استلموا رواتبهم جامعه صنعاء واساتذه الجامعه، اين انتم من هذه الحلول التي تمت؟ نحن بحثنا الموضوع مع رئاسه الجامعه وكذا، فكان راينا منهم المماطله، فبالتالي ما كان منا الا ان عددنا الكشوفات وحصلنا عليها وارسلناها، أرسلنا كشوفة 2014 ديسمبر بشكل مطلوب، وأرسلنا لهم أيضا الموفدين وأرسلنا التسويات وغيرها. المهم أن الكشوفات الآن موجودة في 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 عدن، ووعدنا بأن الصرف سيبدأ من هذا الأسبوع إن شاء الله. يعني انتهت المشكلة وستستلموا رواتبكم من الحكومة الشرعية في عدن؟ نعم سلمناها أصلا، سلمناها. طيب شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد البكري أمين عام نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء. أعود للدكتورة فاتن عبدو محمد أستاذ الصحة النفسية، لكن قبل ذلك ينضم إلينا من الرياض الدكتور وديع العزعزي. أهلا بك دكتور وديع. دكتور وديع، طيب إذا كان الاتصال غير جاهز أستكمل مع الدكتورة فاتن. دكتورة فاتن حياك. دكتور فاتن، إذن الدكتور عبد الحميد البكري يقول ويتوقع أنه خلال أسبوع ربما يبدأ صرف الرواتب، أرسلت الكشوفات إلى الحكومة الشرعية في عدن وسيتبدأ الصرف قريبا، هل فعلا الصورة هكذا؟ هل أنتم على اطلاع بهذه الخطوة؟ وبالتالي إذا صرفت الرواتب سينتهي الإضراب، هل تتوقعين أيضا أن تسحب القضية المرفوعة عليكم؟ نعم نعم نعم، اتصل بي وكيل وزارة المالية من شبوة وقال لي احنا نقدر كل ما تعملوه ونقدر ما تتعرضون له، واوعدك وعد شرف ان مرتباتكم تصرف رغم ان في مؤسسات كثيرة الان رسلت كشوفاتها. احنا نوعدك وعد شرف ان مرتبكم خلال يومين ثلاثة بالكثير سوف يصلكم. ايضا وزير الخدمه المدنيه عن طريق وكيل وزاره الخدمه المدنيه برضه اتصلوا بي وقالوا لي نحن نكابر فيكم هذا الصمود وسوف تستلمون مرتباتكم. ذكرنا لهم التسويه، ذكرت لهم المبعثين وارسلت لهم صور لكشوفات التسويه وكمان كشوفات ارسلناها، هم فاكرين يعني صور يقولوا يعني قدامنا ما يمكنش نسلم الكشوفات مش عارف من وراء يعني عايزين نرسل بس ايش يعني توري يعني ما نقولش ان احنا رسلنا الكشوفات وعلى وهم على علم او درايه. هل قلت لهذه الشخصيات تعتمد عليها انها تسيرك او تحكمك او تدير جامعه؟ يعني كم من اولها يجيبون الكشوفات وبهدوء. كيف حصلتم على الكشوفات؟ القرش الاحمر يخرج الجن يعني. طيب كيف حصلتم على الكشوفات دكتوره فاتن؟ كيف؟ الكشوفات كيف حصلتم عليها وهل أرسلت بشكل رسمي ولن تكون هناك إشكال؟ الأحمر يخرج الجن. طيب تمام يعني هذا شيء هم قلت لك يعني يقولوا لا زعمنا هذه المرة المستحية يعني مستحية وكاورة مستحية بس ما تقولوش احنا. طيب ما بنقولش انتوا، طيب خلوني انزلها وبعدين قولوا هي السبب وتعالوا اسجنوني ما عنديش مانع. المهم على كل بلاش كلام كثير، احنا الان كشوفات رسلت الان انتهت في اشياء كانت حاجة بسيطة، حتى كان على في هناك الجوانب المرتبات في قسم مش قسم مش عارفة ايش، هم يعني عدوا كل هذه الاشياء خاصة للجامعة، جامعة صنعاء عدوا لنا اشياء كثيرة ومحترمين لنا ان شاء الله. تم زملائي كلهم بصمودهم معنا. بالنسبه لقضيه المحاكم هذه اللي الحين عايزين يدشوها لنا، لعلمك
زملائي كلهم مستعدين واتصلوا بي قالوا احنا مستعدين نجي يوم اللقاء الى عند النائب العام. الان هم اللي حيخلقوا السكينه والامن العام، حيخلقوها من خلال تاثيرهم على الاخرين انهم ناس غير اسياء بهذه التصرفات الغير طبيعيه. فالكل حيوقف الان مع النقابه، مع الدكتور محمد، مع الدكتور البكري، ومع الدكتور طربوش، ومع الجميع. شكرا جزيلا لك دكتورة فاتن عبد محمد، أستاذة الصحة النفسية المساعد في جامعة صنعاء، كنت معنا من صنعاء. ينضم إلينا من الرياض الدكتور وديع العزعزي، عضو الهيئة التنسيقية العليا للمنتدى الأكاديمي الوطني. أهلا بك دكتور وديع. أهلا وسهلا أستاذ سامي، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. أهلا بك دكتور وديع. أشهر إذن مضت منذ قيام نقابة التدريس بالتصعيد، حتى الآن لا استجابة حقيقية لمطالب أعضاء هيئة التدريس. الدكتور عبد الحميد البكري يتحدث عن وعود ربما خلال أسبوع ترسل المرتبات من عدن إلى صنعاء ويتسلم أعضاء هيئة التدريس مرتباتهم. هل تتوقع أن تتم الاستجابة وبالتالي ينتهي الإضراب وتعود العملية التعليمية؟ أولا اسمح لي أن نسجل تضامني الكامل وتضامن الزملاء في الهيئة التنسيقية للمنتدى الأكاديمي الوطني مع الأخوة في الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء التدريس جامعة صنعاء، وبالتحديد الزميل محمد الدكتور محمد الظاهري، والزميل الدكتور عبد الحميد البكري، والزميل الدكتور بشير طربوش، الذين خصتهم الشكوى الكيدية المرفوعة والمقدمة من ما يسمى رئيس جامعة صنعاء. وأحيي وأشد على أيدي زملائي في أعضاء التدريس في الجامعة على وقوفهم المستمر وعلى استمرارهم في إضرابهم الوطني واستمرارهم في مطالبة بحقوقهم الوطنية المشروعة. أما بالنسبة فيما يتعلق في الانتظار من سلطة الانقلابية أو من سلطة جامعة صنعاء وغيرها، الانتظار أن تخرج بحلول لما يدور في جامعة صنعاء ومنها أزمة الرواتب أو غيرها، فهو يعني أعتقد انتظار الواهمين. لا يمكن أن نراهن على ميليشيا لم تقدم شيء. لا دكتور البكري يتحدث عن وعود من الحكومة الشرعية وتفتعل الأزمات. الدكتور البكري كان يتحدث عن وعود من الحكومة الشرعية، أرسلت الكشوفات إلى عدن وقيل أن الرواتب ستصل قريبا. نعم نعم نعم، وحد علمي أن الرواتب وصلت. طيب دكتور وديع تعليقك أنت، يعني ربما أنت الآن متواجد خارج اليمن، ربما أيضا قد يكون ما وجد فيه بعض أعضاء هيئة التدريس حرج أو ربما قليل من الخوف والقلق بسبب سلطة الأمر الواقع الموجودة في صنعاء، وتعليقهم على موضوع قانونية الإجراء المتخذ من قبل نيابة الأمور العامة، أنت كيف تنظر لهذه الخطوة ومدى قانونيتها؟ يا سيدي الكريم، أولا ينبغي أن نسجل أن قانونية الإضراب مكفولة في الدستور وفي قوانين العمل في الجمهورية اليمنية، هذا شيء أساسي. لا إذا كان القانون لا يسمح بفصل أي عامل يعني مارس الإضراب ولا يسمح بانتهاك حقوقه وفقا لما قام به أو الحرية بما تقبله حرية الإضراب، وبالتالي أنا أعتقد أن الزملاء يعني أولا الزملاء ربما استمرارهم في عملية الإضراب وفشل إدارة جامعة صنعاء وسلطات الانقلاب في إفشال هذا الإضراب هو ما يزعجهم. استمرارهم بهذا يعني المستوى، بهذا التكاثف، بهذا الارتفاع المنسجم، بهذه المطالب المشروعه هو ما يزعجهم. استلام ارسالهم الكشوفات واستلامهم لرواتبهم من الحكومه الشرعيه هي تلك الخطوه او التي دفعت الجامعه او باداره الجامعه الى ان تفتعل هذه المشكله وترسل مذكره الى نيابة الأموال العامة. وأنا أستغرب حقيقة حتى ولو لم أكن قانونيا، لكن أستغرب ما هي علاقة نيابة الأموال العامة بشكوى تتعلق بتكدير الأمن العام والسكينة العامة. المعروف والمعلوم أن نيابة الأموال العامة معنية بقضايا الفساد والنهب الأموال المال العام وغيرها. طيب باعتقادك ماذا وراء الاستدعاء؟ ما الهدف من الاستدعاء؟ هل تعليق الإضراب، ممارسة ضغط، ما الهدف؟ نعم نعم، هو بالتأكيد هي من يعني هذه المحاولة هي تأتي استمرارا
اللي محاولات سابقه مخطط لها، اما كانت في البدايه من خلال التخويف، الترهيب، الاعتداءات، التهديدات، محاوله افشال الاضراب بجعل بعض الخارجين من خارج الجامعه يراقبون في الامتحانات، بعض الزملاء يضعون لزملاء اخرين اسئله الامتحانات. عندما وجدوا ان كل هذه الخطوات فشلت بدأوا ينتهجوا هذه الأساليب التي يعني ربما يعني بحيث أنه تعمل تشويش، يعتقدوا أن الناس تعمل تشويش على عملية الإضراب على الزملاء في النقابة، ولكن ما يفلق الصدر أن الزملاء واعيين لهذه الخطوات ومدركين، ومع أعضاء هيئة التدريس والجمعية العمومية لأهدافها، وكلما كانوا متماسكين وكلما كانت نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى الحكومية على يعني داعمة وساندة لهم، كلما فشلت كل هذه المشروعات. طيب المطلوب أن يستمروا. دكتور وديع، سؤال أخير، من حق أساتذة الجامعة المطالبة برواتبهم ومستحقاتهم وقوتهم يعني ومصدر رزقهم، أين هي مصلحة الطلاب مما يحدث الآن؟ يعني هل هناك مراعاة لمصلحة الطالب؟ أنا أعتقد يا أخي الكريم أن الطالب يدرك ويعي أن أستاذه يقدر ويعرف ما هي حقوقه تجاه طلابه، وأعلم أن طلابنا إذا ما عندما يشاهدون أساتذتهم مفكري الأمة وعلمائها تهان وتجوع وتبرجر إلى المحاكم بهذه الأساليب سيقفون إلى جانبهم. وأثبتت خلال الأيام الماضية مواقف طلابنا كانوا على درجة كبيرة من الوعي لهذه الأساليب. نعم يا أخي الكريم. شكرا جزيلا لك دكتور وديع العزعزي، عضو الهيئة التنسيقية العليا للمنتدى الأكاديمي الوطني، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، الدكتور عبد الحميد البكري أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة فاتن عبدو أستاذ الصحة النفسية المساعد في جامعة صنعاء، كانت أيضا معنا من صنعاء. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعدها محمد عبد المغني، كونوا بخير.